مشروع مجمع مصانع إنتاج الكوارتز يعد من أهم المشروعات التي تهدف إلى استغلال الخامات الطبيعية المتوفرة بجمهورية مصر العربية، ومنها خام الكوارتز بالتأكيد، بما يسهم في توطين هذه الصناعة وتوفير العديد من فرص العمل، وبالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة لهذا الخام وزيادة الدخل القومي والمساهمة في الخطة الصناعية للدولة. كلمة السيد شريف عبد الحليم اللبان رئيس مجلس إدارة شركة الشريف براند. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السادة الحضور الكريم، نتشرف اليوم بافتتاح سيادتكم لمشروع مجمع إنتاج ألواح الكوارتز. نتمنى من خلال هذا المشروع بالتعاون مع الشركة المصرية للتعدين نكون ساهمنا في تنفيذ خطة الدولة التي تهدف إلى الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية. الحقيقة في السنوات الأخيرة كان هناك تطور كبير لتكنولوجيا المعالجة التعدينية وخاصة لخام الكوارتز لدخوله في العديد من التطبيقات الصناعية ومنها تكنولوجيا صناعة الألواح. كمان كان في زيادة في الطلب العالمي على ألواح الكوارتز ووجود فجوة بين العرض والطلب عالمياً بتسمح بالاستثمار في هذا المشروع. قمنا بعمل الدراسات الفنية والمالية بالتعاون مع شركة بريتون وشركة مينرالي وهما رواد هذه الصناعة في العالم. في الحقيقة أن شركة بريتون قامت بتوريد أكثر من 90 خط على مستوى العالم، وشركة مينرالي بتمتلك أكثر من 27 وحدة صناعية عالمياً لمعالجة الخامات. وكان النموذج الأمثل هو تنفيذ المشروع ليحقق 140 ألف طن من الخام المعالج وإنتاج 450 ألف متر مربع من الألواح، يتم استخدام 35 ألف طن من خام الكوارتز المعالج وتصدير 105 ألف طن. والنموذج بالشكل ده كان هو النموذج الأسرع لاستعادة رأس المال المستثمر. وبعد انتهاء المرحلة الأولى وبداية الإنتاج قدرنا نحقق مجموعة كبيرة من الأهداف. الهدف الأول هو تعظيم القيمة المضافة لخام الكوارتز. وضعنا مصر على خريطة منتجي ألواح الكوارتز في العالم، وقدرنا نحقق ميزة تنافسية بين جميع منتجي ألواح الكوارتز في العالم. ولو سمحت فندم كنت عاوز أوضح الميزة التنافسية دي بالتحديد. المشروع ده بيتطبق في العالم، ولكن كل مرحلة ممكن تتم في دولة، مش كل المراحل بتتم في دولة واحدة. على سبيل المثال الهند وتركيا بيقوموا بإنتاج الكوارتز، لكن الإنتاج نفسه والمعالجة بتتم في إيطاليا من خلال مينرالي، كمان إنتاج الألواح بيتم في أمريكا أو في أسبانيا. ولكن بالحالة دي إحنا نفذنا كل المراحل داخل مصر، وده يحقق ميزة تنافسية كبيرة اللي إحنا هنتجنب زيادة السعر الخاص بخام الكوارتز عالمياً، وكمان نقدر نوفر تكلفة الشحن. في الحقيقة كان نتيجة دعم الدولة المصرية للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار والتعاون على مدار 7 سنوات مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومجموعة الشريف براند وشركة بريتون وشركة مينرالي، نجحنا في تأسيس الشركة المصرية الإيطالية للصناعات التعدينية المستدامة سيمتك برأس مال مرخص 100 مليون دولار بنظام المناطق الصناعية الحرة للاستثمار في العديد من المشروعات التعدينية في مصر لأول مرة، ومنها مشروع غسيل ومعالجة الرمال البيضاء، ومشروع إعادة تدوير مخلفات مناجم الفلسبار، ومشروع معالجة وإنتاج الكولينا، ومشروع إنتاج الباي كوارتز لأول مرة في العالم. وعملنا خطة بأولويات المشروعات المقرر تنفيذها، وهتكون البداية إن شاء الله بمشروع غسيل ومعالجة الرمال البيضاء بطاقة إنتاجية 270 ألف طن ورأس مال مستثمر 20 مليون دولار. والحقيقة أن الرمال البيضاء زي خام الكوارتز فضلنا الوقت قريب بنصدرها بدون عمل أي معالجة عليها، وبالتالي ده هيكون المشروع الأول في مصر لتغطية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض للخارج. والحمد لله نجحنا في التعاقد على تصدير 50% من الطاقة الإنتاجية لإحدى الشركات العالمية، وده قبل بداية الإنتاج، وهيكون بداية التصدير في النصف الأول من العام القادم. وكمان بنقوم حالياً بالتفاوض مع نفس الشركة على الدخول في شراكة لإنشاء مصنع لإنتاج الألواح الزجاجية في مصر. كمان التكنولوجيا المستخدمة في معالجة الرمال البيضاء هي أحدث تكنولوجيا موجودة في العالم. لو نلاحظ ان كنا بنصدر الرمال البيضاء في الغالب من منجم ابو زنيمه،
لان هو يوجد فيه افضل خامه للرمال. ولكن التكنولوجيا اللي نستخدمها هنقدر نستخدم اي جوده خاصه للرمال المصريه ونرفع الدرجه بتاعتها لاي كلاس، وتقدر تدخل في صناعات زجاج متطوره. استاذ شريف اتفضل يا فندم. قول اللي احنا ماشيين بيه لغايه دلوقتي بنطلع التن بكام، ولما هنعمل عمليات الغسيل اللي انتوا مستهدفينها هيبقى الطن يساوي كام، ثم لو احنا عملنا كمان مصنع الالواح الزجاجيه هيبقى الطن يكلف كام، هيبقى عوايده قد ايه من فضلك يعني لو كان الرقم عندك يعني؟ تمام يا فندم اتفضل. الرقم الخاص بتصدير الرمل الزجاجي بعد المعالجه اوريدي موجود، لان احنا تعاقدنا مع الشركه وهو $45 للطن. ولكن التكلفه او القيمه المضافه اللي هنضيفها للرمال بعد المعالجه في مصنع الزجاج الرقم بالظبط مش موجود، لان احنا حاليا تحت دراسه تكلفه المصنع هتوصل لكام، فبالتالي مش هقدر اقول يعني بعد التصنيع في الزجاج هتوصل بالظبط لكام. المشروع الثاني هو مشروع انتاج البايو كوارتز باستثمارات $70 مليون وبطاقه انتاجيه 60,000 طن سنويا. والبايو كوارتز هو بيعتبر مستقبل صناعه الالواح في العالم التي تهدف الى تصنيع منتجات خليه السيليكا. مشروع البايو كوارتز هيتم تنفيذه لاول مره في العالم داخل مصر وبخامات مصريه 100%. التكنولوجيا بتملكها شركه بريتون، وكانت حقيقي في الفتره اللي فاتت بتحاول تفاضل بين العديد من الدول لتنفيذ المشروع، ولكن الحمد لله بعد تاسيس الشركه هيتم تنفيذ المشروع داخل مصر. والخامات اللي مستخدمه هو الدولمايت المصري واعاده تدوير مخلفات الفلزبار. احنا بننفذ وحده متنقله هتتم الوقوف في محاجر الفلزبار، بتتم معالجه المخلفات التحجير وبنرفع كفائتها، وبالتالي ترجع تدخل في صناعه البايو كوارتز بعد كده. سياده الرئيس، ان الهدف الرئيسي من الشراكه مع جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه هي المساهمه الفعاله في تدعيم الصناعه المصريه والاشتراك في التنميه الشامله للدوله من خلال تعظيم القيمه المضافه للخامات التعدينيه وفقا لرؤيه سيادتكم في الجمهوريه الجديده 2030. وفي الختام اسمح لي سياده الرئيس بالتوجه بالشكر لسيادتك على الدعم الدائم للقطاع الخاص، وتوجه بالشكر الى جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه والشركه المصريه للتعدين، والى شركائنا في النجاح شركه بريتون وشركه مينرالي، والى جميع زملائي في مجموعه الشريف براند. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا استاذ شريف اتفضل يا فندم، مش هسيبك تنزل سهل كده. تحت امرك فندم. لا صحيح، بص اسمع، انت سمعت اللوحه اللي احنا قلنا فيها الثلاث او الاربع مراحل اللي فاتوا، وقلنا احنا بدانا بس بمرحله واحده اللي هي بتاعه اللي احنا بنفتتحها النهارده. وانا بقول لك كوكيل للشركه وحتى على الشركه اللي تاسست مع جهاز الخدمه الوطنيه، من فضلكم القطاعات الثانيه اللي احنا اتكلمنا فيها ديت او المراحل الثانيه اللي احنا اتكلمنا فيها ديت فكروا جديا، وانا معانا السفير الايطالي وممكن نتصل على اعلى مستوى مع الحكومه الايطاليه لدعم هذا الاستثمار لهم المراحل الثانيه من خلال الشركات اللي عندها الرائده في هذا المجال في ايطاليا، او من خلال حضرتك كوكيل والشركه اللي انتوا اسستوها، بس ان احنا نخرج في اسرع وقت ممكن في ان المراحل دي تخش الانتاج والحركه بسرعه. من جانبنا احنا هنوفر المكون المصري مهما كان قيمته يا استاذ شريف. تمام. والشركات الايطاليه والحكومه الايطاليه والسفير موجود، وهيبقى لنا كلام معاه دكتور مصطفى ممكن قوي ان احنا نستضيفه ونكلمه في ان احنا اذا كان النهارده انتم مطمنين بدراسات الجدوى للمراحل ديت او للقطاعات ديت، يبقى ننطلق ان احنا نتحرك فيها. وجود الشركات انا بقول لهم نحن ندعمكم ونشجع ان انتم تقوموا، سواء كان بان انتم فقط تعملوا المصانع او ان انتم تساهموا حتى في المشروعات ديت اذا كان الكلام ده واضح. واحنا من جانبنا الرقم المطلوب مننا في الاعمال المدنيه والاجراءات الاداريه والبيروقراطيه الاخرى، بوعدك يا استاذ شريف والناس معانا كلها ان احنا نخلصه امتى؟ احنا فندم ان شاء الله لا انا امتى، احنا كحكومه نخلصه امتى؟ امتى فندم؟ امبارح. تمام سياده، ما تخافش. تمام سياده، متشكرين جدا. شكرا لك. شكرا. اي امر فندم.